قول عمر بن الخطاب ينقل عن أبي بكر أنا ولي رسول الله، وقول عمر أنا ولي أبي بكر. السؤال الثاني، بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ما هو هذا الشيء الذي لو لم يبلغه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بلغ الرسالة؟ طيب السؤال، دعاء النبي صلى الله عليه وآله، هذا السؤال الثالث، دعاء النبي صلى الله عليه وآله، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، هل هذا الدعاء مستجاب طيب أم لا؟ طيب عندنا أحد الأخوة الأفاضل الكرام على التليفون، نقدم أول واحد وهو الأخ الفاضل سليمان أبو نجم. تفضل أخونا أبو نجم. مرحبا يا أستاذ ميسام. السلام عليكم. شنو مرحبا؟ إحنا مسلمين لو مو مسلمين؟ ها؟ ممكن عندي تحفظات، أنا ممكن نكون في موضوع يعني البحث إن شاء الله نفوت، بس ما أعرف يعني إحنا في نظرك لسنا مسلمين حتى تقول السلام عليكم؟ ما ثبت عندي، تحب نختبر يعني؟ يعني إحنا عندك لسنا بمسلمين؟ إحنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فكيف ما نكون مسلمين؟ ليش هو ما في نواقض للإسلام يعني؟ نواقض للإسلام. طيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي قال هذه النواقض؟ قال هذه إذا قالها المسلم فقد نقض الإسلام، هو الذي وضع هذه النواقض لو أنتم؟ وين هاي النواقض؟ هاي انت ما اعرف انا، انت تقول اكو نواقض، احنا عندنا وعندكم، عندكم النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله عصم دمه وماله، وعندك امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، انت تقول نواقض. اكمل اكمل الروايه، اكمل اكمل الروايه. لحظة. طيب الآن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ما معنى بحقها؟ إيه بحقها، بحقها الحق القتل حقها. هذا نطق به كتاب الله تبارك وتعالى، النفس بالنفس. طيب النفس بالنفس. طيب هذا 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 واحد من حقوقها. الزاني المحصن هذا واحد من حقوقها. طيب هذا إذا فعل هذا الأمر أبيح دمه. طيب وغيرها من الأحكام الموجودة التي نص عليها. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم من سبني فاقتلوه. لحظة أرجوك. لا أعطيني، معلش أنت عم تقول إن الآن عم تنكر علي. أعطيني مجال شوية، خلي نوصل إلى المسألة. طيب الآن لك بعدنا عن موضوع البحث مش ما يضيع عنوان. ما راح نبعدها، رجعك الموضوع. أنا اليوم أنا مصمم على موضوع البحث، أنا مصمم. ما في مشكلة. أنت تقول إن هنالك نواقض للإسلام، ولذلك لم تسلم علينا لأن عندنا نواقض للإسلام. مثل أعطينا ناقض واحد للإسلام عندنا إحنا كشيعة إماميين. مثلاً تحريف القرآن. أحسنت. طيب تحريف القرآن، أعطيني بسند صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن من اعتقد بالتحريف فهو كافر. فضل. أنتم ما عندكم حديث صحيح واحد أصلاً حتى أعطيك حديث من كتبك؟ لا من كتبك، أنا أقبل به من كتبك. إحنا عندنا يعني حديث صحيح. شوف شوف. مو لازم تدخل في ديني حتى أحتج عليك بديني. أرجوك. إحنا الآن فضل. في ميدان علمي. لما تقول انتم ما عندكم حديث واحد صحيح، انا بثلاث كلمات اضرب لك البخاري، بكلمتين اضرب لك مسلم. انت تعرف انه راوي البخاري مجهول؟ تعرف انه صحيح مسلم وجاده الكتاب كله وجاده، ضعيف كله وجاده، صحيح مسلم. شوف نص انا بعرف راح تشرك وتغرب كثير، انت راح تشرك وتغرب كثير. يعني القران اثبت لي انا اغرب. تعرف ليش اغرب؟ أغرب؟ تعرف ليش أغرب؟ أنا سألتك سؤال علمي. يا أستاذ ميسم، إذا بدك نبعد عن الموضوع مشان نعرف. أرجوك. موضوع الحلقة. الآن راح ندخل بالموضوع. لأن سألتك سؤال علمي. أنت عندك القرآن. أرجوك. جمع من المحدثين الشيعة قالوا بتحريف القرآن، ممكن تعدد لي من هالجمع ثلاثة؟
أرجوك أرجوك الآن شوف أنا لا ممكن تقول لي أنه الشيء أنه الخوي يفتري على الشيعة أو تعدد لي ثلاثة من المحدثين قالوا بالتحريم. اسمعني أنا ما أريد أخرج عن الموضوع. أنا ليش لا لا ما تخرج لا لا أول شيء هاي النقطة وبعدين أدخل معك ليش بما أنا ليش أنت ليش سألتك هذا السؤال لأنك ما سلمت ما ألقيت علينا أنت دخلتني في موضوع التكفير أنت دخلت في موضوع التكفير يقول يقول هناك ذهب جمع من محدثي الشيعة إلى القول بالتحريف عدد لي من الجمع ثلاثة أقل الجمع ثلاثة نعم خلصت يقول أن أخوي كذب على الشيعة وافترى عليهم كملت فضل. خلصت نعم خلصت لا شوف ما راح أخرج برات السؤال لحتى تجاوبني عليه خلصت فضل طيب الآن أنا دوري أتكلم وأرجع أجاوبك على سؤالك بنفس المداخل جاوب الآن. لكن شهادة أمام الجميع ما أخذ الآن الآن, الآن, الآن الآن يا رجل الآن الآن شوف أخونا العزيز أنت دخلت سلمت قلت مرحبا ما سلمت أنا إيه ما سلمت ما ألقيت تحية الإسلام ما اعتبرتنا مسلمين قلت لك ليش قلت هنالك نواقض للإسلام أتيتك بحديث عندك وفي الصحيح وفي البخاري وغير البخاري وقلت لك النبي صلى الله عليه وآله يقول كذا وكذا طيب ماذا قلت؟ قلت نواقض الإسلام طيب أنا جئت من أصح الكتب عندك إن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله عصم دمه وماله إلا بحق وهذا الحق ماذا؟ النفس بالنفس زنا بعد إحصان وغيرها من الأحكام طيب الآن أنت ماذا فعلت؟ أخونا العزيز ذهبت إلى موضوع آخر تحريف القرآن وحكم تحريف القرآن طالبتك وهربت من هذا السؤال أعطيني بسند صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن القول بالتحريف هو من نواقض الإسلام تفضل حتى أجاوبك عن سؤالك يلا. طيب أنا سجلت سؤالي عندك على طرف أول شيء إيه هذا سؤالي هذا سؤالك سجلته طيب. قول السيد الخوئي لحظة الخوئي شوف أنا ملزم أجاوبك بهذا عن هذا السؤال نعم. الخوئي يقول ذهب جمع من محدثي الشيعة يقول بالتحريف جمع من وين هذا الكلام يا مصدر في تفسير البيان من محدثي الشيعة إلى قول بتحريف القرآن أو إلى قول بوقوع تحريف القرآن ذهب جمع اقرأ الكلام صورة صحيحة ذهب جمع من محدثي الشيعة والعامة إلى وقوع التحريف في القرآن طبعاً هي شهادة على نفسه كلامه مو حجة علي ماشي والعامة إلى وقوع التحريف إلى وقوع التحريف ماشي هسه هذا سؤالك سجلت الآن أعطيني بسند صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن القول بتحريف القرآن ها الذي يعتقد بتحريف القرآن التحريف ما هو؟ تغيير زيادة نقصان تغيير زيادة نقصان الذي يقول نعم. بالتحريف فهو كافر تفضل يلا نعم يلا بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السيد ميثم أراد مني دليلا على التحريف على أن من قال بالتحريف هو كافر حديثا وهذه يا أخوة أكثر المغالطات التي يكررها الأستاذ ميسم وهي المصادر على المطلوب عندنا أهل السنة والجماعة الإجماع هو حجة قطعية وأجمع السنة والجماعة على أن قال بالتحريف فهو كافر فهو يصادر على المطلوب ويعني لم يقل أن يقول لي هذا آية من القرآن من قال بالتحريف الزيادة والنقصان كافر هذا اسمه مصادر على المطلوب أي وتعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين فسوف نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا ربما يكون قد أخطأت في الآية لكن يعني هذه الآية نص على الإجماع وكذلك آية السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار العبرة بمجموعهم وكذلك كنتم خير أمة أخرجت للناس آيات الإجماع النص على حجية الإجماع عندنا وعندكم مشهورة ويعني لا حاجة للكلام فيها يعني أعطيني الآن أعطيني أنه صحابي أبو نجم نعم. أبو نجم الآن أنت لم تأتي بقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله هذا اسمه مصادر على المطلوب يا أستاذ ميسم ماشي ماشي, ماشي 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 أعطيني
أعطيني يا رجل أعطيني من صحابي، أنا أقبل من صحابي إن من قال فهم هذا الفهم من هذه الآية القرآنية الكريمة، صحابي من هذه الآيات فهم إن الذي يقول بالتحريف هو كافر، أقبل من صحابي. يلا عندك أستاذي كريم، قلت لك أنت تصادر على المطلوب. أول شيء أيوه. أول شيء إذن ما عندك جواب، لحظة إذن ما عندك جواب خلينا أجاوبك عنك. قوله بالتحريف هو تقريبا اسمع يا اسمع 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 يا أستاذ لا تقاطع، اسمع رجاء. بداية القول بالتحريف هو تكذيب لله تعالى، فأنت نعم. هل تقول أن من يكذب الله سبحانه وتعالى هو مؤمن ومسلم؟ شلون كذب الله تبارك وتعالى؟ وين كذبه؟ وين بأي قول كذبه؟ في كثير يعني القرآن ليس فيه دليل على حذف القرآن صح؟ كذب كذب ماذا مثلا؟ كذب ماذا؟ أيوة القرآن أيوة. ليس فيه نص على حفظ القرآن وصيانته؟ وين وين بالقرآن؟ أنا وين بتروح أروح معك؟ شوف شوف أنا وين بتروح بروح معك؟ ماشي تقول كذب الله، وين كذب الله؟ أي آية كذبها الذي يقول بالتحريف؟ النقص والزيادة والتغيير في القرآن، في أي آية كذب؟ بأي آية كذب؟ أعطيني الآية اللي كذبها، شنو الآية اللي كذبها؟ القرآن معصوم أو غير معصوم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، معصوم من ماذا يعني؟ يا أستاذ ميسم أنا أذهب معك من التحريف والتبديل والزيادة والنقيصة والغي من قال هذا أن القرآن معصوم؟ من قال؟ معجزة النبي صلى الله عليه وسلم القرآنية تقتضي الحفظ من كل خطأ ومن كل زلل وتغيير وتبديل وتحريف. أها يعني دليل عقلي؟ لا دليل لا عقلي هذا؟ آيات القرآنية لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه إن نحن نزلنا وإن له لحافظون. هذا الذي جئت به يا أخونا العزيز ليس آية قرآنية بل دليل عقلي، وأنت عندك النقل مقدم على آيات العقل. آيات وين النقل؟ إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. أحسنت، نزلنا الذكرى حافظون، يأتيك واحد يقول لك حافظون في نزوله إلى النبي صلى الله عليه وآله، حافظون في نزوله من الشياطين إلى أن يصل إلى رسول الله، ما في عندك دليل إنه حافظون له إلى يوم الورود على الحوض، ما في، ما في دليل عندك، هذا إشكال. شايف شلون؟ طيب طيب نقطة. حافظون أوه. لفظ عام، أنت من وين جبت دليل التخصيص والتقييد يا أستاذ ميسم؟ أعطيني. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. حافظون كلمة عامة. أعطيني موضع التقييد والتخصيص في كلمة حافظون. الآن أسألك، أنا أعطيك القيد الآن، هل الله حافظ لكل هذا الذكر هو القرآن، هل الله حافظ لكل قرآن موجود على وجه الكرة الأرضية من التحريف والتبديل والزيادة والنقصان؟ من كذبوا المسيحيين، كذبوا الآيات القرآنية وضافوا ونزلوا وزادوا اليهود، وين إذا تقول كل القرآن محفوظ هذا كذب الواقع يكذبك الآن. زين إذن ما معنى هذه الآية القرآنية الكريمة؟ حافظون وين؟ وين في أي مكان حافظون؟ والله ما تستطيع الإجابة على هذا السؤال، والله ما والله ما تستطيع الإجابة على هذا السؤال. حافظون أين حافظون؟ حافظون وين؟ الآن أنا إخواني والله العظيم ماذا تقصد؟ ماذا تقصد أنت تقول القرآن التوراة والإنجيل قرآن؟ أرجوك يا شيعة يا شيعة هؤلاء محاوريكم يا شيعة يا رجل ما يعرف يميز بين القرآن والإنجيل والتوراة؟ يا رجل أنا ما أتكلم عن التوراة، أنا أتكلم عن القرآن، أقول لك قرآنك لزموه مسكوه ولعبوا به، ضافوا له كلمات، حرفوا به، ألقوه في أسواق المسلمين ليضحكوا على المسلمين ليستغفلونهم، وحدثت هذه الحادثة أكثر من مرات ومرات ومرات ومرات. أنت ما تقرأ ما تعرف هذه الأمور؟ طيب تقول الله نعم. حافظ للقرآن، حافظ لجميع نسخ القرآن أم فقط للقرآن الذي نزل على محمد؟ إذا تقول حافظ لجميع نسخ القرآن الواقع يكذبك. زين الآن أخواني الأعزاء موجود قرآن ما مطبوع، التحريف شنو هو؟ زيادة نقصان تغيير. موجود قرآن ما مطبوع كله، مطبوع جزء واحد ناقص. زين كيف طبعوا ذولا ناقص؟ موجودة آيات صور ناقصة. زين موجودة تطبع وموجودة، هذا الموجود يقال له قرآن، الجزء يقال له قرآن، الآن موجود جزء عامة جزء غيره هذا يقال له قرآن. نعم ليش مو كامل؟ وين الحفوق؟ لازم يكون كله كامل لأن التحريف الزيادة والنقصان والتغيير. طيب
وهذا السؤال تظل تلف وتدور 90 سنه. انت اللي اشكالاتك كلها عقليه وما عندنا غير اشكالات عقليه، ما عندك علميه انت، لانكم اهل نقل، لانكم اهل نقل ولستم اهل عقل. من تتكلم ويشيع لا تحاور يا بالعقل، ليش؟ لانه كبك على وجهه. هو كذب على واضح؟ طيب الان الان قول الخوي، خلي اجاوبك على قول الخوي بعد ان اسكتناك، خلي اجاوبك على قول الخوي. اخواني التحريف لا لا، وين 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 انت وين زابط وين وين ماذا تتكلم؟ ما فهمت عليك يعني. تكلم عن خوي الان، اجاوبك على سؤالك. نعم تفضل جاوب. أي. الان يقول ذهب جمع من محدثي الشيعة وأقل الجمع ماذا؟ ثلاثة، إلى وقوع التحريف في كتاب الله تبارك وتعالى. أخوان التحريف ماذا؟ زيادة، نقصان، تغيير. طيب إحنا نقول الذي يقول بتحريف القرآن لشبهة، مثلا صدق برواية جاءت رواية، رواية صحيحة السند صدق بها، صدق قال هذا لشبهة، زين، فنقول هذا رجل أخطأ والله سبحانه وتعالى يعفو عنه. أما إذا قال هذا الكلام متعمداً، متعمداً لتكذيب الله تبارك وتعالى، يريد من ذلك تكذيب الله متعمداً، لا، هذا الفعل مأثوم عليه، ومن يكذب الله هو كافر. الذي يريد تكذيب الله تبارك وتعالى، لا قاطع لي، خليني أكمل جوابي، لا قاطع، خليني أكمل جوابي، خليني أكمل جوابي، تفضل أكمل. طيب. وعندك ابن تيمية يقول تحريف القرآن قال به جماعة من السلف وهو خطأ معفو عنه بالإجماع، معفو عنه بالإجماع. الآن إخواني الأعزاء هو ماذا فعل؟ هو قال إن الذي يقول بتحريف القرآن فهو ماذا؟ فهو كافر. الآن أمامك على الشاشة. لا لا لحظة لحظة، نقطة نقطة لحظة لحظة، لا اسمع السؤال، اسمع السؤال وبعدين أجب. هذا ما يصلح، السؤال وبعدين أجب. لا لا ما يصلح، أرد على سؤالي بعدين، هذاك الوقت ننتقل لموضوع ثاني. اسمع سؤالي، اسمع سؤالي وعلق على جوابي لك مطلق الحرية. إيه اسمع، شوف أخوان الأعزاء، هذا في كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، يقول الثالث قال أبو عبيد في فضائل القرآن حدثنا أبو معاوية شيخ البخاري عن هشام شيخ البخاري من شيوخ البخاري بن عروة عن أبيه قال سألت عائشة عن لحن القرآن عن قوله تعالى إن هذان لساحران وعن قوله تعالى والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة وعن قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون فقالت يا ابن أخي هذا عمل الكتاب أخطأوا في كتابة الكتاب. يقول هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. انتهى الكلام. الآن تفضل كفر لي عائشة وعلق على كلام. أنت ألزمت نفسك بأن الذي يقول بالتحريف كافر، إما الضعف الرواية أنت والجن والإنس أجمعين والسلفية كلهم وراءك والله، وأنا قاعد لكم اليوم، ما تستطيعون تضعيف هذه الرواية، أو زين اتكفر عائشة وتفضل علق على كلام الخوي. يلا يلا يا بطل. طيب اليوم يومك يا بطل. يعني احنا بصراحة اولا يلا هذه الاساليب متكررة وباتت يعني الان يعني مفضوحة، ما نقول مفضوحة لكن مكشوفة، يعني الان كل الشيعة يدخلون الى قنوات السنة والحوارات ويسمعون ويرون المصادر على الشاشات. هذه الأساليب لم تعد تجدي نفعاً، يعني عقيدة التحريف هذه صار يعرفها الكبير والصغير، والله مع أنني أنا يعني على ما كنت عليه من العلم لكن لم أعرفها إلا قبل سنتين أو ثلاثة، لكن اليوم بفضل الله تعالى أصبحت هذه كل ما إنسان يدخل أول ما يدخل إلى موضوع الحوار السني الشيعي يعرف هذه العقيدة، وأن الكتب هي مملوءة وطافحة بهذه العقيدة. رد رد جواب علمي، رد جواب علمي على السند او تكفر عائشه، لا تروح لي هذا التهريج تسوي لك انتصار. ممكن لك. ممكن ما تتدخل يا استاذ، اترك التهريج، اترك التهريج يا استاذ، ممكن ما تتدخل يا محترم، كفر عائشه يا محترم. ابو سليمان اعطيناك مجال وما زال المجال مفتوح لك، انت الزمت نفسك قلت القول بالتحريف من نواقض الاسلام. الان عندك قضيتين، تعلق على السيد الخوي بعد أن ماذا؟ بعد أن تجيب عن رواية عائشة، إما تكفرها وإما تضعف الرواية وتكلم على رد على كلام السيد الخوي، ما عندنا مشكلة وياك. يلا تفضل يا بطل، يلا. طيب الآن الرجال السلفي، السلفية
السلفية الآن ينظرون إليك أجب ضعف الرواية. ما في مشكلة طول بالك طول بالك انتظر يلا الآن لا تروح لتهرج طيب. وتروح يمين ويسار اسمع قليلا لو سمحت وتقرأ المعلقات السبع وتسجع وتشعر اسمع قليلا لو سمحت اسمع قليلا ادخل بالموضوع على طول الآن إما ضعف الرواية أو تكذب على أشياء وعلق على كلام السيد خوي لا تروح تهرج الشيعة كذا والشيعة كذا وتريد تضيع الوقت هذا الأفلام ما تنفع وياي ما تنفع تريدنا حتى تجاوز عليك وتقطع الخط وتهرب من تكفير عائشة اليوم ما أخليك تطلع إلا ضعف الرواية أو تكفر عائشة اتفضل يا أبو سليمان يلا طيب بداية بسم الله الرحمن الرحيم في الحقيقة كل باحث ومتعمق في قضية التحريف يتوصل إلى نتيجة وجدا هي نتيجة دقيقة جدا أن الشيعة لا يمتلكون أدنى وأقل دليل على اتهام السنة بالتحريف إلا القول باتهامها بنفس التلاوة لا تقاطع ليش الصراخ ليش الصراخ والله أعرف أنك رح تتألم يا ميتم لا تصرخ لا تصرخ مو أنا أبو ياسر لا تصرخ خلي عمار يهدي الله مولانا عمار أبو ياسر خليني أكمل شوف لحظة أبو سليمان والله الجمهور من يحكم لا انت ما تحكم لا خليك تاخذ راحتك والله خليك تاخذ راحتك بس اوجه كلام لابو ياسر طيب. ابو ياسر رجاء خليه يكمل ابو كريم رجاء خليه يكمل والله اقولها والله وتالله وبالله وباسماء الله الحسنى لو اجتمعت الجن والانس على ان ينقذوه من هذا الموقف ها ومن تضعيف هذه الرواية ما يستطيع اليوم ما يخرج لا تعطونا مجال لسليمان أبو نجم ها لا تعطونا مجال إنه يهرب لا تردون عليه خلوه يتكلم براحته إلى أن ينتهي وما راح يرد على هذه الرواية لأنه ليس أهلا للرد مع احترام له هذا الشيء مختصاصة وحتى المختصين أقسم بجلال الله لو يطلع الألباني من قبره ما ينقذ من هذا الموقف لو يطلع ابن تيمية وابن حجر ما يستطيعون تضعيف الرواية والله العظيم تفضل ابو سليمان والله ضعف الروايه او تكفر عائشة كلها هذا اكبر دليل على انك ما شاء الله صاحب الخيار الخيار لك اما تكفر عائشه كما الزمت نفسك بكفر القائل بالتحريف او ضعف الروايه تفضل يا ابو سليمان يلا طيب بسم الله الرحمن الرحيم افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كما نقول يا اخوه أن الشيعة دائما يستخدمون مصادرة مغالطة المصادر على المطلوب الأستاذ ميسم الموسوي يصادر على المطلوب الآن كتاب البيان في تفسير القرآن للخوي في الصفحة 201 يقول أقول سيظهر لك بعد هذا أن القول بنسخ تلاوة هو بعينه القول بالتحريف القرآن فاشتهار القول بنسخ التلاوة عند علماء السنة يستلزم اشتهار القول بالتحريف الشيعة يا أخوة ابحثوا عند علمائكم لم يجدوا دليلا على أهل السنة في أن يتهمون بتحريف القرآن إلا نسخ التلاوة وأنا مستعد أتحداك في قضية نسخ التلاوة وأثبت لك أن من نفوا التحريف عندكم الأربعة الذين نفوا التحريف عندكم قالوا بنسخ التلاوة فإما أن تكفر من لم يقل بنسخ التلاوة وتثبت روايته على أنها قائلة في تحريف أو الذين نفوا التحريف تثبت أنهم قائلون بنسخ القرآن وعلى بناء على كلام الخوئي يستلزم قولهم بنسخ التلاوة هؤلاء الأربعة الذين ادعيتم أنهم نفوا التحريف تلزمهم وتلزم أقوالهم بأنهم قالوا بالتحريف ولك الخيار أستاذ ميسم خلصت؟ مستعد نتناقش في موضوع نسخ التلاوة أنا جاهز أبو ياسر دقيقة أبو ياسر أنا أقول لك في مسألة نسخ التلاوة بقاء الحكم نسخ الحكم مع بقاء التلاوة والله كما قال أحدهم على الخبير سقط أنا أخبر الناس بهذا الموضوع نسخ الحكم والله ما تعرف شيء عن نسخ التلاوة ما أعرف بعدين ستثبت لك الأيام ما كنت جاهلا الآن وين الجواب ممكن وين الجواب لحظة وين الجواب عن رواية عائشة الضعف الرواية وتكفر عائشة يا رجل ما موضوع نسخ التلاوة الآن تضعف الرواية أو تلزم نفسك بأن عائشة كافرة لا نسخ التلاوة ما ضعف الرواية ليس موضوع نسخ التلاوة ليس موضوع الآن نسخ التلاوة سألتني عن السيد الخوئي جاوبتك الآن سؤال بسؤال يا رجل السنة ينتظرونك
السلفية ينتظرون يقول لك هذا هذا الرافضي السلفية أمك عائشة تقول بالتحريف مسلم يقول يا رجل هذا الرافضي تحداك وتحدى السلفية عن بكرة أبيهم أن يضعفوا هذه الرواية. أنت الآن ملزم إما أن تضعف الرواية أو تكفر عائشة كما ألزمت نفسك بأن من يقول بالتحريف كافر. إخواني السند الصحيح أعيد إكراما للشيعة حتى يحفظون هذه الرواية. اسمعوا إخواني أبو عبيد في فضائل القرآن حدثنا أبو معاوية الآن والله أقرأ لك نفس السند في البخاري ما يقارب 50 سنة أبو معاوية. اسمع 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 لا تقاطع مو وقتك الآن ما تطيل الكلام لا تقاطع مو وقتك خليني اقرا لا تقاطع مو وقتك الان مو وقتك لما اقدمك حتى يكون ياخذوا رد انه بعد يا رجل اسمع يا رجل حدثنا ابو معاويه اسمعوا يا شيعة من رجال البخاري من شيوخ البخاري من كبار شيوخ البخاري عن هشام من شيوخ البخاري بن عروه عن عروه تربيه عائشه هذا تلميذ عائشه عروه ابن الزبير اخواني هذا تربية عائشة تلميذ عائشة هذا تربى في حضن عائشة عن عروة عن أبيه قال سألت عائشة عن لحن القرآن عن قول الله تعالى إن هذان لساحران وعن قوله تعالى والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة وعن قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون فقالت يا ابن أخي هذا عمل الكتاب أخطأوا في كتابة الكتاب إسناده صحيح على شرط الشيخين. طيب الآن إما أن تضعف الرواية ما أسمح لك تروح لا تحريف بعد ولا تلاوة ولا كلاوة الآن إما تضعف الحديث أو تكفر عائشة كما ألزمت نفسك بأن من يقول بالتحريف كافر ما عنده غير خيارين. فضل يا سليمان أبو نجم أنت الآن كما يقول عندنا المثل بالعراقي حصرة الشسمة محصور الآن بين قوسين أجب عن السؤال يلا كفر عائشة وضع في الحديث ما عندك الخيار. طيب ممكن أنا أتكلم فضل أتكلم بس إذا تروح لغير مكان راح أقطع صوتك لو تكفر عائشة لو أنا أتكلم يا أستاذ ميخ أنت اللي فتحت الباب هذا فتحت الباب فسمحت الجواب تفضل اسمع هذاك الله اسمع 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 ولو كنت سأسبك اسمع اتفضل انا اسمع الكلام الناس اسمع وتحكم الان انا اكثر من مره قلت للاستاذ وعد قلت يا له يا استاذ وعد هناك جمهور عاقل ويسمع ويحكم عقله ويحكم انت اذا كنت تريد اجابه على هواك قلت له يا استاذ وعد ارسل لي الاجابه على الواتس اب وانا اخرج في اتصال معك واقول اتلو تلك الاجابه وينتهي الموضوع انا اجيب بما اريد لا بما تريد انت يا استاذ لا 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 لا, 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 لا. تجيب بما الزمت به نفسك قلت الذي يقول بالتحريف كافر انا ما قلت هذه الكلمه انت قلت الذي يقول بالتحريف كافر وهذا من كتبك والان امك عائشه امك هذه وفي كتبك تقول بالتحريف الان تفضل كفر عائشه او ضعف الروايه ما عندك غير خيار ما عندك غير خيار لا تهرب هروب ما شنو اجيب تجاوب كيفك انت رجل والزمت نفسك بكلام كن رجل كن اهلا للكلمه قل عائشة كافرة وتنتهي قل السنة الضعيف وننتهي خلصت مطول كتير يعني مطول كتير انت تفضل رجل يا أخي أنا عم أقول لك يا عنا هاي اسمها نسخ تلاوة ممكن تخلينا أتكلم دقيقة ولا مو ممكن نقطة نسخ تلاوة يا رجل أنا أعرف شلون أنا يا رجل تفضل يلا نسخ تحرية للكلام تفضل أسمعك لا تحرية للكلام يا رجل يلا 15 لا تحرية للكلام أبو سليمان حبيبي عيني قرة عيني حبيب قلبي قلت هذا نسخ تلاوة تفضل بينه وين نسخ استاذ ميت مساوي دورنا اسكت ابو محمد انت لا تتكلم الان مو دورك تفضل يا سليمان ابو نجم بيننا وين نسخ التلاوة في هذا الكلام يلا لا اله الا الله وصلتم الى طيب سدود يا ميت اسكت يا رجل يا لا تتدخل ابو محمد ممكن اتكلم دقيقتين بدون مقاطعه أرجوك قلت هذا نسخ تلاوة ما راح أقاطعك تفضل أكمل كلامك يا أخي لا تدرج يعني ممكن أتكلم دقيقتين بدون مقاطعة أو غير ممكن والله العظيم إذا أتكلم أطلب طلب أنا أطلب طلب ممكن أتكلم دقيقتين بدون مقاطعة دقيقتين معني دقيقة 60 ثانية ما أريد أكثر أبو نجم هالمرة تجاوزت عليك في حوار في كلام وجاء قلت أخي وحبيبي يا أستاذ ميسم أنا ما أقول شيء أنت إنسان محترم أنا أريد حبيبي والله العظيم
الآن بس أعطيه وجه. أنا أريد بالكلام. أنا أريد أن أبين عقيدتي. خمس ثواني خلي أعطيك نقطة نظام تمشي عليه وتكلم مو دقيقة تكلم دقيقتين. دقيقتين تكلم. سليمان. لا إله إلا الله. سليمان أخونا العزيز الفاضل الحبيب أبو نجم. الآن أتكلم في الموضوع بدأت ونطقت وقلت هذا نسخ تلاوة. يلا أخذ الدقيقة والدقيقتين وبيننا شنو نسخ تلاوة. تفضل يلا. تفضل أنا ساكت. تفضل. شوفوا يا أخوة بداية تعريف قضية تحريف القرآن هناك عدة نقاط يجب الالتفات إليها. النقطة الأولى أن القائل بالتحريف عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية هي روايات واردة عن المعصوم، بينما عند غير الشيعة هي روايات واردة عن غير المعصوم. الآن موقف العلماء الطائفتين من هذه الروايات، علماء الشيعة قالوا بأن هذه الروايات هي تدل على التحريف، بينما علماء أهل السنة قالوا إنها تدل على النسخ أو أنها روايات منسية. حكم القائل الإمامية هو مجتهد وله أجر، بينما من قال بالتحريف عند أهل السنة فهو كافر صراحة. جيد. الآن مضمون ولا خير فيه، أما ذكر النسخ ففيه خير من المنسوخ. جيد. وهناك نعم. وهذه روايات موجودة عند السنة والشيعة. نعم. دلالة التحريف عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية دلالة التحريف هناك دلت أقوال العلماء بألفاظ صريحة التبديل والتلاعب، بينما أهل السنة قالوا بأن هذه الروايات تدل على النسخ ولا دلالة فيها على التحريف. لم يقل عالم سني بأن هذه الروايات تدل على التحريف، ونتحدى أن يأتوا برواية قال نصف عالم أن هذه الرواية تدل على التحريف. هذا هو التحدي. اتفضل هات عالم قال هذه الرواية تدل على التحريف وأنا آتيك بقابلها بعشرات الروايات التي قال العلماء أنها تدل على التحريف وجاءت لفظ هكذا نقرأها وهكذا أسقطوها وحرفوها وبدلوها. تفضل. أحسنت أحسنت بارك الله بك أخواني، خليت أتكلم براحته ما قاطعته. قال هذه الآيات الموجودة في قول عائشة هي نسخ تلاوة. تفضل أكرر السؤال، بين لنا أين نسخ التلاوة في هذه الرواية، اذكر لنا النسخ نسخ التلاوة في هذه الآية وين، بين لنا نسخ التلاوة في هذه الآيات الموجودة في الرواية. تفضل يا أبو سليمان يلا. ما عندي غير جوال واحد، أتحداك تأتي بنصف عالم قال هذه الرواية دليل على التحريف. هذا هو التحدي. تفضل يا رجل يا رجل نسخ التلاوة. طيب أسألك 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 رجل وهذا نصف عالم قال هذه الرواية تدل على التحريف أي قدام جماعتك قدام متابعينك عيب. سؤال 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 الآن هذا النسخ هات نصف عالم قال هذه الرواية تدل على التحريف. تفضل يا رجل وقتي وقتي انت يا رجل وقتي نقيتها من بين آلاف الروايات يا أستاذ يا ميسي. رجل هذا وقتي محرز انت هذا وقتي كنت جبت رواية على كل خمس علماء قالوا أنها تشارك يا رجل احترم المقابلة ما قرطحتك وعطيتك وقتك ليش تطرفاني طيب. والله مو من الأدب طيب طيب آسف 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 يا أستاذ الآن الآن إخواني قال هذا نسخ التلاوة. طيب قسمين، نسخ التلاوة مع بقاء الحكم أم نسخ التلاوة والحكم معا هذه الآيات، من أي قسم؟ الآن نتكلم عن نسخ التلاوة. أنا أسألك عن هذه الرواية، هذه الرواية اسمع اسمع لا تهرب. أنت الشريف المطلب يقول التلاوة عبادة اسمع يا أبو سليمان اسمع يا أبو سليمان يا أبو سليمان قلت هذه الرواية نسخ تلاوة، سألتك من أي الأقسام، نسخ تلاوة مع بقاء الحكم أم نسخ التلاوة والحكم، من أي القسمين هذه؟ أجب بسرعة يلا. والله يا أخوة أنا أتكلم عربي، أقول له ليس بيدي إلا جوال واحد أتكلم منه. والله الذي لا إله إلا هو قال هذه الرواية والله الذي لا إله إلا هو كلامي. لا تعرف لا أكمل الجملة يا رجل جملة جملة لا أكمل الجملة ثم رد ولا تعرف نسخ التلاوة لا أطيل لا أطيل الكلام يا ميثم يا ميثم لا أطيل الكلام جملة واحدة قلت له هذه الرواية تورطت تورطت يا حبيب قلبي تورطت وعقيم. والله العظيم تورطت الان اخواني يا سلفيه يا ميتة ما يصير اسمع اسمع اسمع
اسمع الشيخ قلت لك هذا نصف عالم قال هذه الرواية تدل على تحقيق يا رجل ما عندك نصف عالم ما عندك عالم قال هذه الرواية تدل على تحقيق والله ما اردك تبصر 1400 سنة لليوم ما وجدت عالم قال هذه الرواية تدل على تحقيق ما وجدت نصف عالم والله عيب يعني تستدل برواية ما عالم قال فيها تدل على تحقيق تريد تاخذ وقت قل لي اريد اخذ وقت انطيك وقت انا ما حاجر الوقت عليك بس الان اخواني يا استاذ ميسم هو هرب جوال واحد وانا هرب من المطر هرب من المطر فوقف تحت الميزاب هرب من تكفير عائشه طيب اطلع عيني اطلع عيني تعال قال هذه الروايه تدل على التحريف ليش تطيل على نفسك اسكت يا محمد ليش تطيل على نفسك هات نصف عالم قال هذه الروايه تدل على التحريف عاجز تجيب عالم واحد من 1400 سنه قال هذه الروايه تدل على التحريف اعزائي الكرام هو ماذا فعل هرب من تكفير عائشة والله أنت تهرب ماذا أنت تهرب قال؟ من أن تأتي بنسخ عالم لحظة 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 ماذا قال إخوان الأعزاء قال هذا نسخ تلاوة سألناه من أي أقسام النسخ هذا ما يعرف حتى أقسام النسخ ما يعرفها الله وكيلكم ما يعرف ماذا يقول أنا من جوال ليش أنا من قاعد أكلمك بجوال شفت نباوعت على شيء لما نقول لك هل هذا من نسخ التلاوة مع بقاء الحكم أم من نسخ التلاوة مع الحكم أم من نسخ الحكم مع بقاء التلاوة أم من بقاء التلاوة ونسخ الحكم من أي الأقسام أنا ما حد شكك بس قسمين لو متكلم لك ببقية والله يفتر رأسك ما تعرف تجاوب ما تعرف لو نعدد لك أقسام النسخ والله ما تعرف الآن أنت بين أمرين أحلاهما مر واحدة وقعت بالتحريف ولازم تكفر عائشة تضعيف الحديث ما تقدر تضعفه قلت نسخ تلاوة ما تعرف شنو معنى نسخ التلاوة وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء التلاوة ما تعرف هذه القضايا زين إخواني شنو المنسوخ به وين هذه من المنسوخات وين بماذا نسخت بماذا بأي آية نسخت بعد وراق طوام بلاوي بأي آية نسخت ما الآية التي نسخها ومن قال من علمائك بأن هذه الآية منسوخة أخي هذه آية موجودة في كتاب الله هذه تقرأ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون شلون منسوخة وهي موجودة يا مسلمين تنتبهون لهذه القضية إخواني إخواني الأعزاء هذه الآية موجودة يقول منسوخة شفتوا اللعب بالله عليكم آية موجودة في كتاب الله يقول هذه منسوخة قرة عينك يا أبو سليمان اليوم جبت العيد والله جبت العيد هاي آية في كتاب الله إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون آية موجودة في كتاب الله ما زالت تقرأ الشيخ أبو سليمان يقول هاي الآية منسوخة ما قلت لك أن هذه الآية منسوخة وما منسوخة أنت جبت دليل تدعي فيه تحريف أنا أقول لك لا يوجد عندنا شيء اسمه تحريف قلت منسوخة لأن الشيعة اعترفوا بلسانهم لأنك أكابر على ما قالوا لا يوجد عندي أهل السنة تحريف لما هو نص التلاوة اسمع والله قلت لك كلام الخوي والله العظيم أن أهل السنة عندهم نص التلاوة هذا هو عينه أقول التحريف ما لكم غير التحريف والله مفلسين علماءك من أسلافكم مفلسين ما أنتم دليل غير نص التلاوة والله مفلسين وعزة الله علماءك من أسلافكم مفلسين ما أنتم غير نص والله الذي لا إله إلا هو التسجيل موجود يا أخوان قال نسخ تلاوة وجاوبته وقلت لي يلا تفضل أكمل كلامك أنت قلت إن الآية نسخ تلاوة إخواني نسخ تلاوة شنو تعرفون نسخ التلاوة شنو معناه إن قراءة هذه الآية نسخت من القرآن يعني رفعت تلاوة ما تتلى رفعت تلاوة رفع رسمها من القرآن هذا من أقسام النسخ نسخ تلاوة طيب كيف نسخ تلاوة يا أخواني الأعزاء ها والآية موجودة الآن وتقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى ويقرأها الناس ليل نهار موجودة في المصحف قول الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد زين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن منهم بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذه آية في كتاب لزيادة اليقين راح أطلع المصحف خط واحد باكر يقول كذب هاي الآية ما موجودة بالقرآن الكريم أمامكم إخوان أمامكم الآن أطلعها على الشاشة اللهم صل على محمد وعلى محمد هذا
هذا مو مصحف الشيعة أبو سليمان، هذا مصحف مصحف المكتبة الشاملة أمامكم على الشاشة، خلي أعرفها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. طيب هذا بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر القرآن. أبو سليمان هاي طلعت ما منسوخ الآية أبو سليمان، يا أبو سليمان إيه أبو سليمان هاي الآية ما منسوخة، أنت كذاب يا رجل، هاي الآية ما منسوخة، ماذا أفعل لك يا رجل، هاي الآية ما منسوخة، رواية على أم المؤمنين يا مخ يا رجل، هاي الآية غير منسوخة، والله جبت العيد، أفعل على أم المؤمنين يا كذاب، أنا كذاب على أم المؤمنين، أعتذر 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 عن هذه الألعاب الصبيانية، أعتذر عن هذا الكذب والافتراء. وين من الكذب على أم المؤمنين؟ من الذي كذب؟ أنا لو كذب عليها ابن أختها أسلمك أبو سليمان، هذا التسجيل من عروة اللي كذب عليها، صحيح عروة ابن أختها الكذاب مو أنا، هو قال، قالت عائشة. شلون تقول الآية الحديث وهي موجودة في القرآن؟ ماذا التناقض؟ ماذا التناقض يا ميثم؟ والله أقعد نفسك في التناقض وصرت مضحكي، والله وين التناقض؟ والله وين التناقض؟ لحظة أبو ياسر، وين التناقض؟ وين الشيعة قبل السنة؟ شنو التناقض؟ وين التناقض؟ أنا تتهمني فيها بالتحريف وتقول رد على التحريف، والله يصحر يا ميثم، ليش ليش وين التناقض؟ هذا أسلوب علمي؟ بالله يا شيعة، بالله عليكم، هذا أسلوب علمي يتقدم فيه مناظر سني، يأتي بآية مثبتة في القرآن يتهم فيها الخصم بأنهم يقولون بالتحريف وينسبوا على أن رواية تقول بالتحريف، هذا أسلوب علمي يا شيعة، لأنك ما تعرف شنو القضية يا رجل، لأنك والله العظيم دايخ وما تدري شنو القضية يا رجل. هم يشكلون على قولها، على قول الله تبارك وتعالى والصابئون، المفروض تقرأ والصابئين وليس والصابئون، فعائشة تقول الصابئون، هذا من الخطأ، أخطأ النساخ في كتابة الكتاب. هو شو يقول؟ شوف إخواني العبقري أبو سليمان يقول شلون تقول هذا قول بالتحريف والآية موجودة في كتاب الله؟ هي تشكل على الآية، تقول هاي الآية خطأ يا رجل، هي عائشة تقول هاي الآية الموجودة في كتاب الله والصابئون خطأ من الكتاب. أنت تفهم لو ما تفهم، والله جبت العيد، والله العظيم اليوم انت لعبت بروحك طوبه. طيب انت يا ميثم، يا ميثم اليوم لعبت بروحك طوبه، من العالم الذي قال هذه الروايه دل على وين قالت كلمه قالت عائشه قالت هذه ان هذه الايه محرفه؟ وين هذه الايه؟ ليش تفعل على ام المؤمنين؟ ليش فعلت اليوم انت؟ يا ابو سليمان قالت السيده عائشه انها محرفه، يا ابو سليمان، يا ابو سليمان قالت السيده عائشه انها محرفه. اسمعني اسمعني الآن، اسمعني يا رجل، يا رجل أرجوك اسمعني، وأنا أكتب آية محمد المغربي، نفسي في المغرب اسكت، محمد المغرب اسكت، محمد المغرب اسكت، أنت الآن أبو سليمان ماذا فعل إخواني؟ أبو سليمان، أبو سليمان، أبو سليمان ماذا فعل إخواني؟ خرج من وقته، هل هذه الرواية تطلع على التحقيق؟ أرجوكم اللي يقدم يتكلم، أرجوكم أبو سليمان خرج من ورطة، راد يطلع من تحريف عائشة وتكفيرها، راح للنسخ، طلع من النسخ أنه بورطة ثانية، ما يعرف شنو الخطأ الذي تحتمد عائشة، تحتقد عائشة في هذه الآية. عائشة تحتقد أن قول الله والصابئون خطأ، واضح إخواني الأعزاء خطأ لغوي، تقول هذا من خطأ النساخ، أخطأوا في كتابة الكتاب. طيب وإلا وين؟ إذا آية موجودة في كتاب الله، طيب لماذا تقول عنها عائشة خطأ؟ يلا سؤال لك يا أستاذ، إذا هي آية موجودة في كتاب الله، لماذا عائشة تقول فيها خطأ هذه الآية؟ ليش؟ ليش؟ ما هو الخطأ في هذه الآية يا أبو سليمان؟ أنت ما تفهم؟ أنت ما تفهم؟ والله العظيم أنت جبت العيد، زين؟ عيد الفطر، زين؟ وجبت عيد الأضحى، وجبت عيد الغدير، وحتى الكريسماس جبت اليوم، ما خليت عيد اليوم ما جبته أبو سليمان، أنت اليوم سويت لك مصيبة بروحك والله، اليوم سويت لك مصيبة كارثة اليوم قليلاً، زين؟ أنت سويت لك بروحك كارثة اليوم، اليوم تخرج من نقرة طيحة. هلا كف عن التهريج يا رجل، كف عن التهريج وخلينا نتكلم قليلا، كف عن التهريج. طيب الآن إذا الآية موجودة، ليش عائشة تقول فيها خطأ؟ لماذا عائشة تقول فيها خطأ؟ ليش؟ ليش عائشة تقول هاي الآية فيها خطأ؟ ليش؟ ما الخطأ في الآية؟ عائشة تقول فيها خطأ، ما هو الخطأ؟ هل قالت عائشة بأنها محرفة؟ عائشة تقول هذا خطأ في الكتاب، شنو الخطأ اللي فيها؟
هل الخطأ في القرآن يعني التحريف يا رجل؟ الخطأ في القرآن مو تحريف؟ هل الخطأ في القرآن يقتضي التحريف؟ تكبير ما شاء الله، كبروا اخواني. هل الخطأ في القرآن تحريف؟ الله أكبر. يعني كتاب الله فيه خطأ؟ كتاب الله فيه خطأ؟ اخواني كبروا. عائشة تقول في الكتاب خطأ وينصرها ولده ابو سليمان، يقول هل من يقول انه في الكتاب خطا هذا تحريف؟ ما شاء الله. انا اروح معك وين اروح معك؟ خالدة تقول قبل قليل نحن نزلنا الذكرى، انا نحن نزلنا الذكرى وانا له لحافظون. هذا مو قولك، مو قولك هذا معجزه النبي لما قلت لك هذا دليل عقلي، مو قولك محفوظ من الخطا من الزياده والنقصان والتغيير والتبديل. يا ابو سليمان الان الذي يقول بالقران خطا هذا مو تحريف؟ ها يلا اخوان سجلوا، ابو سليمان يقول وجود الخطأ في القرآن ليس بتحريف. كبروا يا اخوان، كبروا يا اخوان، هذا قول ابو سليمان. ما شاء الله عليك يا ابو سليمان، ما شاء الله عليك. قلت وجود الخطأ في القرآن، انا قلت اذا كنت انا اكتب آية من القرآن في دفتر واخطأت في آية لا يقتضي انني اقول بالتحريف. شايف شلون انه فاهم يا رجل؟ انت تفهم شو قاعد تسوي يا رجل؟ الآية موجودة هي نفسها، يعني الخطأ موجود، هي هاي الآية طلعناها أمامك على الشاشة إخواني. هذا شلون أفهمه يا إخواني؟ والله بلوى. يقول عائشة تقول خطأ، يعني مو تحريف، هو يصور الخطأ وصلحه. باب الخطأ موجود ما زال باعتقاد هاي الآية. شوف على الشاشة، تنوع للشاشة أبو سليمان. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر. طيب وهذا كلام عائشة، هذا اخواني هاي الايه نفسها اخواني. عائشه تقول عليها هاي الايه خطا، هاي الايه خطا. تفضل هذا الحديث، هذا الحديث. ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون، قالت يا ابن اخي هذا من عمل الكتاب، اخطاوا في كتابه الكتاب. وابو سليمان يقول الخطا في الكتاب ليس بتحريف. وحينما قالت عائشه هذا خطأ ليس بتحريف، والأستاذ المسكين نسى أن الآية التي خطأتها عائشة هي نفسها موجودة. ما صلح. ممكن تني كلامك دقيقة. أنا منتهيت. أنت اللي انتهيت يا أستاذ، أنت اللي انتهيت. ممكن توقف اليوم اليوم اليوم, اليوم اليوم الله وكيلك وضحك كلامي يا استاذ ميسم. هذه انا لي طلب عندك، طلب من كتب من القران في كلمه لا يقتضي انه يقول بالتحريف. هذا الذي قلته انا، انت لا تفهم. عيد رواياتك، عيد قولك الذي يحج علي. فهمك ليس بحج علي يا رجل. عيد قولك الذي يقول بالخطا شنو؟ ما سمعناك. عيد قولك. أنا قلت لك إذا أنا أتيت وكتبت آية من القرآن في دفتر ثم أخطأت بكلمة لا يقتضي أنني أقول بالتحريف. هذا ما أردت إيضاحه. وأنت رواياتك كلها ليست هذا. اسمع. وهل هذا خطأ في دفتر لو خطأ في القرآن الآن موجود؟ هو نفسه موجود في القرآن. يعني أنت تقول يعني الآن إخواني مستمعين يقول لكم الخطأ ما زال موجود في القرآن، لأن الآية اللي خطأتها عائشة نفسها بغير تغيير بغير تبديل هي موجودة نفسها. شو نسوي الآن؟ شو نسوي؟ نلطم؟ شو إنه فهمك سقيم؟ أنا أقول لك هل السيدة عائشة تتهم النساخ بالتحريف؟ يا رجل هي الآية تقول هذا خطأ من النساخ، هاي الآية الموجودة التي تقرأ الآن. السيدة عائشة اتهمت النساخ. يا رجل يفهم أخواني هذا شو أنا فهمه؟ يا رجل عائشة تقول لهذه الآية الموجودة والتي نقرأها أنا وأنت والموجودة اليوم في المصحف ويقرأها كل المسلمين، تقول هاي الآية خطأ. هاي الآية الموجودة الآن في كتاب الله خطأ. هذه الآية أخواني اللي نقرأها اليوم وغدا أنا وأنت وما زالت تقرأ هي خطأ، ليست هكذا أنزلها الله. هذا معنى قول عائشة. فهمت الآن؟ أشك فهمت. أشك يعني هل اتهمت النساخ بالتحريف القرآن؟ لا تقول أخطأوا. يعني اتهمتهم قالت أنه حرفوا القرآن؟ لا قالت أخطأوا، سووا تحريف، حرفوا القرآن. قالت أخطأوا وبسببهم تحرف القرآن. نعم. سبب هذا الخطأ. سبب هذا كان أخطأوا. هل كانوا يعني معنى قول عائشة يا أستاذ؟ معنى قول عائشة بسبب يا رجل من الرواية ثم انتقل للجزء الآخر. إذا كان النساخ أخطأوا هل يقتضي خطأهم القول بالتحريف؟
يا رجل، الخطأ الذي عمله النساخ هو صار تحريف، يعني الآن قرآننا محرف عند عائشة، هذا معنى الكلام. أنت تفهم لو ما تفهم، النساخ أخطأوا في كتابة الكتاب اللي الآن بين أيدينا، يعني الآن الكتاب اللي عندنا في خطأ، الآن الكتاب اللي عندنا في خطأ. فهمت يا الله يا أخواني؟ شلون أنت تفهم لو سوره؟ ممكن تفهم السؤال يا ميثا؟ ممكن تفهم السؤال؟ ممكن تفهم السؤال؟ ما تجاوب على جزئين الرواية بنفس الوقت. الجزء الأول عن النساخ، نتكلم عن النساخ، هل النساخ إذا أخطأوا في كتابة القرآن يكونوا محرفين؟ تفضل. نعم نعم يكونوا محرفين. الله أكبر. إذا إنسان أخطأ، يعني إذا إنسان أنا بقرأ آية وأخطأت في القراءة كمان أكون محرف صح؟ لا، إذا 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 لا نفس الشيء. ليش تفرق؟ الخطأ واحد، الخطأ واحد، تفرق. اسمعني أنا أجاوبك جواب تفهم من عنده، لأن ظهر أنت فهمك صعوبة. اسمعني، سواء كان متعمدا، كل شيء يعني سواء كان متعمدا السيد عيسى الموسوي يا رجل، سواء كان متعمدا يعني سواء كان متعمدا أو كان غير متعمد، هو قد حرف القرآن، لكن المتعمد يختلف حكمه عن غير المتعمد. عائشة تقول هذا القرآن الذي بين أيدينا وهو معجزة النبي صلى الله عليه وآله، ماذا تحتقن يا عائشة؟ تقول فيه خطأ. هسه بتحط من النساخ، زين من الداجين، زين من القردة، من أي مكان، زين ها عائشة احتقاتها أن هذا القرآن الآن فيه خطأ. هذا مخلص الكلام، ما لنا علاقة بعد النساخ غير النساخ. اعتقاد عائشة أن هذه الآية المكتوبة بهذه الصيغة بهذه الطريقة هي خطأ. تفهم الآن؟ تفضل كفر عائشة أو ضعف الرواية. أرجع وياك من الأول، كفر عائشة أو ضعف الرواية، تفضل. أين الكلمة التي تدل على التعمد في الرواية؟ أخرج لي الكلمة التي تدل على التعمد. مالي شغلة، أنا مالي شغلة تعمد وغير تعمد. عائشة تعتقد أن القرآن محرف. لا مالك شغل، أنت تقول كل من يقرأ القرآن ويخطئ فيه محرف للقرآن، خلاص. شكرا لك، شكرا، يعطيك العافية، كفرت كل شيء. نعم نعم، الذي يقرأ القرآن، اسمعني اسمع، الذي يقرأ القرآن أو يكتب القرآن سواء كان متعمدا أو ساهيا وقرأ خطأ، زين هذا القراءة تحريف عن الحق، عن الصح، عن الصحيح، عن الآيات، شو نسمي حسب، لكن جزء نسى خطأ، أخطأ، كل إحنا نوقع في هذه المسألة. لكن هذا فرق بين عائشة تقول عائشة هاي الآية، هذه الآية أخطأ فيها الكتاب، وهي الآن هذه الآية التي قالت عنها عائشة خطأ مثبتة موجودة في المصحف. يعني عائشة يا أخوان تقول هذه الآية خطأ، خطأ خطأ، وهي موجودة عندنا وعندك. شو نسوي؟ ماذا نفعل؟ تفضل، إما تكفر عائشة وإما تضعف الرواية للمرة الأخيرة. أسألك، تفضل. القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تفضل. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الآن الله سبحانه وتعالى لا يقول أن الخطأ لا يؤاخذ عليه والإنسان لا يلام فيه، وأنت تقول أن الخطأ يؤاخذ عليه ويعتبر تحريف. شايف شلون عقيدتك منقضة للقرآن وعقيدة هلامية مطاطة تلعب فيها كما تشاء مثل الزئبق؟ خلصت؟ انتهيت؟ انتهيت استاذ؟ لا ما خلصت. عندك الله سبحانه وتعالى كلف النبي في غدير خم، كلف النبي صلى الله عليه وسلم. لا 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 تروح لغير موضوع، لا 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 تروح لغير موضوع كتمك، لا 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 تروح لغير موضوع كتمك، إذا تروح لغير موضوع كتمك، خليك في هذه الآية. ما خلصت وياك من مسألة عائشة، لا تروح لغير موضوع. لا تهرب، والله ما تهرب اليوم، والله العظيم. هذا حتى علمك شلون بعد تنزل تسجيلات وتسوي بهلوانيات قبل حج وعد يخلصك مني. يتدخل الحج وعد رجال اخلاقه كبيره وقلبه طيب يخلصك اليوم، من يخلصك مني؟ والله الجن والانس اليوم ما يخلصونك مني، وحق ربك. زين اخواني، يعني الان الشيخ ابو نجم ماذا يقول؟ يقول هذا خطا معفو عنه كما يقول ابن تيميه، لكن الخطا موجود في القران. يعني الان قراننا في خطا، ابو نجم قرآننا الآن في خطأ، الآن قرآننا الآن في خطأ، ولكنه معفو عنه صح؟
أنا أتكلم عن خطأ النساخ، أنت تقول النساخ يا رجل خطأ النساخ موجود يا رجل. راح أجيب القرآن وفتح أفتح لك القرآن على الشاشة أمام الجميع. والله أبو كريم رحمة على والديك، ما أقدر أقوم أترك الكاميرا يا أخي، هذا الرجل يسوي روحه ما يفهم. جيب له القرآن وراويه إياه، هذا اللي تقول عليه عائشة خطأ موجود بالقرآن الآن موجود بالقرآن. أنت تفهم يا رجل؟ أشك أنه أنت تفهم، أشك والله أشك أنه هذا اللي تقول عليه عائشة خطأ موجود الآن بالقرآن. أنت تفهم يا رجل؟ تفهم أنت لو ما تفهم؟ والله أنت اللي ما تفهم علي. أقول لك أتكلم في الرواية جزءا جزءا. الآن كلام عن النساخ بداية، سننتقل إلى الكلام أن يا رجل خطأ النساخ، يا رجل خطأ النساخ الآن موجود في القرآن. الرواية من أحد احتمالين، إما أن النساخ أخطأ أو سيد عائشة أخطأت. يا رجل خطأ النساخ، إذا كان النساخ أخطأ بداية نتكلم في هذه الجزئية، هل الخطأ في كتابة القرآن يعتبر تحريف؟ أنت ما جيت تفهم القضية الآن. إحنا ما نتكلم إذا كان الخطأ في القرآن لا يعتبر تحريف، فإن كانت أخطأت السيدة عائشة فالخطأ يعتبر تحريف. أرجوك عائشة، إن كانت أخطأت السيدة عائشة يعتبر تحريف. يا رجل عائشة تعتقد أن هذا القرآن الموجود الآن بين أيدينا فيه خطأ، سواء من النساخ زين، من الطباخ، عرفت شلون، من القصاب، من النجار، من الحداد، ما يهمنا. عائشة اعتقادها هذا القرآن الموجود الآن فيه خطأ. وين الخطأ يا عائشة؟ تقول الخطأ والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، هذا خطأ. تقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، هذا خطأ. عائشة تعتقد هذا الخطأ موجود في القرآن، الخطأ هذا ما زال موجود إلى الآن. تفهم لو ما تفهم؟ لا تقول نساخ، ما له علاقة بالنساخ ولا علاقة بالطباخ، اللي علاقة باعتقاد عائشة. عائشة تعتقد إن الآن هذا خطأ في الكتاب موجود. زين هذا الخطأ موجود الآن، يعني شنو؟ يعني إما أن تقول نعم يوجد خطأ في القرآن وتوافق عائشة، أو تكفر عائشة كما ألزمت نفسك. تعرف آخر مرة أسألك والله بالله مطبقت، يلا تفضل جاوب. نعم، هل هذه مقولتها بشبهة أم بدون شبهة؟ فضل جاوب، شوف شلون جوابي سريع وقصير. أنا أبو سليمان والله يعرف أنك انحشرت ولن تجيب، أقسم بالله أعرف أنك انحشرت ولن تجيب. يقول بشبهة أو هي كتبت في مصحفها حافظوا على الصلاة الوسطى والصلاة العصر. أي شبهة أبو سليمان؟ أي شبهة أبو سليمان؟ ليش ما تأخذ لك لفة وتجي؟ شوف انت قناتك لانك تستخدم هذا الاسلوب، ترى الناس الان صار الان يلتمس الشبهه لعائشه بعد ان بح صوتي ويسوي نفسه ما يفهم ويسوي هو نفس الفاهم، والشيعة يقولون بالتحريف، والشيعة زين، ونسخ التلاوه ونسخ الحكم. الان لما فهم القضيه وما تركنا له مجال، صار ماذا؟ صار يلتمس العذر لأمه عائشة. يعني الآن إخواني عائشة، مجمل كلام الأخ أبو سليمان، عائشة تعتقد بتحريف القرآن، ولكنها وقعت في شبهة. وأمه وقعت في شبهة، تقول بتحريف القرآن ولكن عن شبهة. فهمت الآن يا شيعة؟ فهمت يا شيعة الآن؟ من يقول بتحريف القرآن؟ والله العظيم هذا أبسط شيء اليوم، هذا أبسط شيء فيما أصدعوا به رؤوسنا في تحريف القرآن. ما أبدا أتكلم في هذه المسألة، لكن هو جرنا إلى هذا. لماذا لا تقول لنا السلام عليكم؟ ليش؟ إحنا أخوانك، نشهد أن لا إله إلا الله. تقول لأنكم تقولون بالتحريف. يا أخي اجعلنا مثلا إذا صح هذا الكلام مثل أمك عائشة، واقعين في شبهة، ها، وسلم علينا كما تسلم على أمك وتصلي عليها وتترضى عليها. ها، لو باءكم تجر وباءنا لا تجر يا أبو سليمان، باءكم تجر وباءنا لا تجر. احنا أخوتك اجتهدنا فأخطأنا، ها، فتأولنا فوقعنا في شبهة، فالتمس لنا العذر كما تلتمسه لأمك. بس بنتيمية سيد،
هو شيء. طيب طيب يا ميثم خلينا ننتقل الى السنه، خلينا ننتقل الى السنه. الان تقول لا 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 يا رجل خليه يا شوفوا يا اخوه لا تهرب لاننا قضيتي داخل الى قضيه فقط تكلم يا ابو ياسر الان المداخله اليوم ساعدم انا ادعي اليوم اني ساعدم هذا الدين فوق رؤوس اصحابه ولكنه المداخله للاخ عمار ارجوك المداخله الان انا ادعي انني عندي الزام اعطيناك اكثر من فرصه وكل ما تطب بنقره تطلع من نقرة طيحة بنقرة أكبر. طيب أعطيناك فرصة وتكلمت وما أتيت بشيء جديد والله العظيم. ولو أبقى أستمر وياك بعد راح تطلع بقوام أكبر. تارة أخطأ النسخ، تارة النسخ تلاوة وما تعرف شنو النسخ من يقول الآية هاي نسخت ما هي نسخت وما يعرف المسكين هي الآية موجودة في كتاب الله. يا رجل أنت يعني عامل لنفسك شيخ وتنزل فيديوهات وتنشر وتكتب. زين بعدين رجع حس يقول لا عائشة كم جواب جاوبت عن هاي الآية لا عائشة وقعت في شبهة أي وقعت في شبهة تقول بالتحريم زين احنا اجعل ذول اللي ذكرتهم قال عنهم الخوي هم اجعلهم واقعين في شبهة وسلم علينا بعد ليش ما تسلم علينا ليش زين اخذت اكثر من وقتك ارجوك ما اردك تم صوتك خلي الاخ ابو ياسر ياخذ مداخلته الاخ عمار ارجوك رجاء تفضل اخونا عمار من المانيا انا هذه اول مره اطلب منك طلب صار بسيط ما سجلوا عندك جواب متى تشاء يا رجل خلي الاخ عمار ياخذ مداخلته سجل سجل عندك يا ابو سليمان يا ابو سليمان ارجوك ما عندك ما اردك تم صوتك ابو سليمان ارجوك ارجوك بس خل افهمكم يا رجل اسكت يا ميثم سجل عندك خلي الرجل ياخذ مداخلته يا اخوي ياسر تضارب بالاصوات تضارب بالاصوات يا ميثم سجل السؤال وجاوب عنه غدا وبعد غدا كم سؤال سالت خلي سؤال واحد لا لا الان انا هاو خلي الاخ عمار لا 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 سجل انا ماشي صح يا اخوي والله سيهرب سجل بس خلي الاخ سيهرب الاخ ياخذ مداخلته الاخ لا تخرب يا رجل واحد سجله عنه سجله عندك وجاوب عليه يا رجل يا رجل اسجله والله اسجله بس خلي الاخ عمار يا ميثم اطلب منك طلبا انا اول مره اطلب منك ميثم ابو ياسر من السيد ميثم ان يصب السؤال عنده هو يجيب عليه غدا غدا جاوب عليه ولا انا عمار دقيقه الى الغد نقطة يا عم انت ابو ياسر خلي جاوب على السؤال غدا ابو ياسر خليك تكتب سؤاله حتى نخلص منه ويسكت وانت تجاوبه يلا رد سؤالك ما هو سؤالك نعم يلا. الان بس لا تخرج عن الموضوع يقولون بان المرجعيه بعد النبي القران والعتره واهل السنه يقولون الان لا تدخلني في الادله سجل السؤال واجب عنه متى تريد ومتى تشاء يلا ماشي واهل السنه يقولون المرجعيه بعد النبي هو القران والسنه الان القران كما هو معروف هو وحي من عند الله لفظا ومعنى والسنه هي وحي من عند الله بالمعنى واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم أنا أريد عندما حال النبي صلى الله عليه وسلم إلى العترة عندما يقول الشيعة المرجعية بعد النبي هو القرآن والعترة هل كلام العترة هو وحي من الله بالمعنى واللفظ من عندهم أم هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم يأخذونه معنى كلام النبي ويأخذونه من عندهم والجواب أسرع والجواب أسرع من البرق أسرع من البرق اسمع تسمع الجواب الآن طيب الشيعة يقولون القرآن والعترة النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعلهما معصومين من الضلال عاصمين من الضلال لا واضح؟ معصومين اسمع لا تقاطع لا تقاطع ما أسمح لك تقاطع لا تقاطع ما أسمح لك بالمقاطعة اسمع الجواب الأخير النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل القرآن عاصما ومعصوما من الضلال مع العترة العاصمة والمعصومة من الضلال وجعل التمسك بهما عصمة من الضلال واضح وهما معصومين من الضلال وجعل العترة مبينة لسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقال ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا معنى إن الذي يتمسك بغيرهما ضال واضح هذا الجواب الأول يقول إحنا عندنا القرآن والسنة
والسنة عندنا وحي، ولكن صحابتك اختلفوا في السنة. فأي السنة تأخذ؟ من أي صحابي تأخذ؟ أعطيك اختلافاتكم الآن في السنة. هل السنة إن الصلاة فوق السرة أم تحت السرة؟ ها؟ أم فوق الساعد أم تحت الساعد؟ أم على أي صلاة من صلاة النبي صلى الله عليه وآله صلىها؟ هل الصلاة بجلسة الاستراحة أم بلا جلسة الاستراحة؟ هل الصلاة بالجهر بالبسملة أم بخفوت البسملة؟ هل الصلاة بالتكبير أم بغير تكبير؟ أم بإخفات التكبير أم برفع الصوت في التكبير؟ وأقوال مجلدات اختلفتم فيها عن الصحابة. أي سنة يا رجل؟ أنتم صلاة ضيعتوها. أنتم لولا علي بن أبي طالب لم يحفظ لكم أحد الصلاة. عمران بن حسين يقول صلى بنا هذا صلاة إما نسيناها أو تركناها عمدا، كنا نصليها خلف رسول الله صلى الله عليه وآله. أنتم صلاة النبي خمس مرات قدامكم باليوم ما حفظتوها، إحنا حافظين السنة؟ يا سنة عمي، يا سنة. الآن الأخ أبو ياسر يتفضل يرد عليك، ما أسمح لك بالكلام. إذا كلمت مرة ثانية راح أقطعك وأكتم صوتك، واضح؟ الآن دور الأخ أبو ياسر لأنه هو من بدأ بالرد عليك. تفضل أخونا أبو ياسر، ما مسمح لك تتكلم يا جمال أبو نجم. تفضل أخونا أبو ياسر. يا ميتم والله يروح خلاص. حياك الله، أحسنتم وأجبتم والله العلي العظيم. أقبل جميل. شوفوا يا أخوان، قبل جميل بدأ بالتحية التاريخ، قبل جميل لا تقاطع. آية قرآنية وحديث صحيح حسين. اسمعوا، مو هذا الكلام. انا ساخرج يا ملتم، ساخرج. انت ما جت على شيء، ساخرج. انا تخرج هارب مولويا ما جت على شيء. مولويا انا بس اريد من عندك شيء، من تخرج راح تخرج. اطلب منك شيء، اريد من عندك شيء والله. ارجوك عندي طلب وياك. طلب وياك. اسمع، اريد من عندك شيء واحد باكر. انت مو يوم تنزل فيديو اكتب على الفيديو سليمان أبو نجم وتكفير أمه عائشة، وانشر هذا الفيديو. بارك الله فيك وتحياتنا لك، في أمان الله. تفضل أبو ياسر. يا ميتم، أعرف أنك لن تجيب على السؤال. يا ميتم، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر والنصر للإسلام. أهل السنة، أهل السنة والمنة. السلام العترة. الحمد لله والنصر. وحي من الله بالمعنى والنفض العجل. أهل السنة، نحن أهل السنة والجماعة. أم هم يأخذون قولا فقط؟ يا ابو سليمان، من الله بالله بالمعنى، من الله الوحي بالمعنى. ابو سليمان ما جاوبنا على سؤالي. ابو سليمان خذ راحتك، مع السلامه، وسلم لي على نسخ التلاوه. يقول الايه من سوق التلاوه، المسكين ما يدري الايه موجوده في كتاب الله. يا رجل انت اليوم جبت العيد والله. والله انا ما عندك بعد ما اتصل على واحد، ولا اطلع بمداخله، ولا اطلع فيديو، ولا اسولف. والله انت سويت بروحك يا مسكين، تدري سويت بروحك اليوم. يقول الآية من سوخة نسخ التلاوة، الآية موجودة في كتاب الله، تقرأ ليل نهار. يا رجل أنت شيخ مال شنو؟ أنت شيخ مال شنو؟ شيخ مال الاتصالات، مال التلاوات على الناس، تتصلون بنصاص الليل وتضحكون على الناس وتحضرون أسئلتكم، وتالي هي طلعت عائشة واقعة بشبهة، تالي هي ما تعرف روحك شنو. إيش قلت أنت؟ ما تدري اليوم إيش سويت. الله المستعان. تفضل أخونا أبو ياسر. والله من عند أنفسهم كالنبي صلى الله عليه وسلم. روح حبيبي روح، اخذ لك فره في شارع تقسيم، تمشي لك حذاء اديداس جديد، واخذ لك فره. فضحت الوهابيه فضيحه. شوفوا يا اخوان، سيدنا اكتم لي اياهم رحمه الوالده، الكلام مهم، ما اريد ينطلي على الاخوان. شوفوا هذا ابو سليمان انطى السيد روايه صحيحه على شرط الشيخين، وايه قرانيه. ايش قال ابو سليمان؟ قال هاي منسوخه. شوفوا دائما يقول لك الشيعة ما يقرؤون القرآن. هو الغبي ما قارئ القرآن، هو ما يدري الآية موجودة، هو يقول له منسوخة. من عرف الآية موجودة؟ قال له السيد أنت كذاب. شنو كذبة السيد؟ قال له السيد الآية موجودة. رجع أنه هو ثبت الآية موجودة. شلون عايشة تحرف القرآن؟ يعني لا فاهم الرواية، لا يعرف الآية بالقرآن، وتكبير والله أكبر. يعني أنت والله العلي العظيم، أنا لما رأى جاهل مثلك وفاتح له قناة على اليوتيوب ومصوروها ذكي. شوف ابن تيمية شيخك قاري كلام ابن تيمية أبو سليمان. شوف ابن تيمية بجامع الرسالة صفحة 160، هذا كلام مهم. يقول بل نداء الحي، وأنكر بعضهم أن يكون المعراج يقضي، ولبعضهم في الخلافة والتفضيل كلام كذلك، لبعضهم في قتال بعض وتكفير بعضهم أقوال معروفة، وكان القاضي
شريح ينكر قراءة من قرأ بل عجبت ويقول إن الله لا يعجب، فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال إنما شريح شاعر يعجبه علمه، كان عبد الله أفقه منه وكان يقرأ بل عجب، فهذا قد أنكر قراءة ثابتة وأنكر صفة لله دل عليها الكتاب والسنة. أبو عمار دقيقة قبل ما هذا أسأله، أول شيء ما حكم من لا يكفر اللي يقول بالتحريف؟ الله يخليك قبل ما تقرا كلامه. وهو مراد الهلولي حميد. لا اساله قبل ما تقرا كلامه ابن تيميه، ما حكم من يقول من لا يكفر اللي قال بالتحريف؟ بس يكفر ابن تيميه. مولانا هو قال راح حطه شرحاً امام من الائمه وكذلك بعض العلماء، اسمع ابو سليمان، وكذلك بعض العلماء أنكر حروفا من القرآن كما أنكر بعضهم أولم ييأس الذين آمنوا، شوف آية فقال إنما هي أولم يتبين الذين آمنوا، شوف فرق الآية حرفها تحريف كامل، أولم ييأس الذين آمنوا فقال إنما هي أولم يتبين الذين آمنوا، تحريف واضح. وأنكر آخر وآخر أنكر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فقال إنما هي ووصى ربك، وبعضهم كان حذف البعوذتين وآخر يكتب سورة القنوت، وهذا خطأ محفو عنه بالإجماع. الله أكبر عليهم، محفو وخطأ وإحنا كفار يا جماعة يا وهابية، هذا إمامكم التيمية يقول هذا خطأ معفو عنه بالإجماع، يعني مولانا عمار أنت تعرف كم مرة خبط هذا الرجل؟ أولاً قال هذا نسخ تلاوة، يعني شنو نسخ تلاوة أخوان تعرفون شنو؟ نسخ تلاوة يعني كتابة هذه الآية التي قالت عائشة عنها إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، حينما حصر بهذه بعد أن كفر من قال بتحريف القرآن وجاب الدلالة على هذه الأمور. طيب ماذا قال؟ قال هذه الآية هذه نسخ تلاوة، يعني شو نسخ تلاوة أخوان الأعزاء؟ نسخ تلاوة أي إن قراءة هذه الآية مرفوعة من القرآن، نسخت لفظا وكتابة، ما موجودة، هذا معنى نسخ التلاوة، يعني لفظا وكتابة هذه الآية رفعت ما موجودة. لما قلنا له وضح صوتي يا رجل الآية موجودة في كتاب الله، يا رجل الآية تقرأ ليل نهار، قال إيه هذا خطأ من النسخ، يا رجل خطأ من النسخ يعني الخطأ بعده موجود يا أبو سليمان، هاي الآية نفسها جاي أكد له، قل له هاي الآية نفسها اللي موجودة اللي تقول عنها عائشة فيها خطأ هي نفسها موجودة، شنو يعني أنت تقول إن عائشة قالت بالخطأ في كتاب الله؟ وبعد اللف واللت آخر شيء وصل أنه وقعت في شبهة، ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك عائشة. هو ما يعرف الآية موجودة بالقرآن عبالة منسوخة، اي والله ما يدري المسكين، ما يدري ان هاي الايه موجوده في القران، ما زالت موجوده، ما يدري، هذول ورطه والله ورطه، انا لله وانا اليه راجع. ابو ياسر ابطا يا اكمل لك كلام ابن تيميه، اكمل لك كلام ابن تيميه، شوف طبعا. شوف يعني التحريف يحذف المعوذتين من القران، ايتين يحذفن ما موجودات، يعني نقص بالقران، وهذا يحرف لك ايات اثنين يحرفن، يقول هذا خطا معفو عنه بالاجماع، وكذلك الخطأ في الفروع العلمية فإن المخطئ فيها لا يكفر. ليش تكفر أنت أبو سليمان؟ ليش تخالف إمامك ابن تيمية المجسم وتكفر الناس؟ هذا ابن تيمية قلت لا يكفر، لا يكفر ولا يفسق بل ولا يؤسم، يعني أنت منين تجيبون التكفير؟ أنا ما أعرف، يعني هذول صحابة معوذتين، المعوذتين يحكونهن ما موجودات بالقرآن، يعني القرآن ناقص، يقول هذا خطأ، زين أنتم خطأ وإحنا كفار. هاي غير الأكلهن الداجن، غير أبو ياسر غير الآيات اللي نسخها الداجن ترى هم ينسخ
داجن. هسه سيدنا انا عندي 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 والله العظيم مشروع رهيب للشيعة والوهابيه سيدنا اذا توافقوني عليه والموالين. يا اخوان احنا بشر مثلكم واحنا نشهد الشهاده مثلكم. احنا عندنا مشكله وياكم بايه رضاعه الكبير. نعم. كنت تشوفونا الداجن وين بالسعوديه يم بالثمار بتركيا تشوفونا تكذونا الداجن تشقون بطنه اكلوا المعلاج واكلوا اللحم وتطلعونا بس ايه رضاعه الكبير واحنا نصير اخوانكم نرضع ونصير اخوانكم بالله. لا تكفرونا لا نكفركم لا نفجركم لا تفجرونا لا يعني اخوة بالله فقط جيبونا ايه رضاعه الكبير لكن هالداجن هو يعرفون الاخوة الداجن يعرفون الداجن انه صخله الداجن هي صخله اللي نسخه الايات يعرفون والله هي هاي الداجن ومره اروى ومره ما اعرف شنو شغلتهم بالداجن. هذا يقول كانني اروى سالنا عن الاروى طلعت هذا التيس الجبلي السريع هذا الداجن ياكل اوراق تعايش شمالش حطي له قصه خبز الله المستعان الله يبارك فيكم ياسر. طيب ابقوا يا ان شاء الله جزاك الله كل خير. طيب اخواني نعود للموضوع الان الموضوع اللي فتحه ابو سليمان تكلمنا به انتهى لا نسمح لاي متداخل بعد سواء كان شيعي او سني يتكلم في هذا الموضوع. فتحنا هذا الموضوع والله العظيم لشيء وهو انهم ليل نهار يدندنون الشيعة يقولون بالتحريف والشيعة فرأيتم الان مشايخهم كيف دعسنا على أنوفهم وأرغمنا أنوفهم في الأرض وألجأناهم إلى أن يكفروا أعظم صنم عندهم وهو عائشة بنت أبي بكر والقادم أدها. فنحن لسنا عاجزين والله العظيم. هذا اللي سويناه اليوم هذا رسالة بسيطة جدا إلى هؤلاء المشايخ نحن لسنا بعاجزين ولكن لا نريد أن نكون مطية لغير المسلمين في إعطاهم الأدلة القائلة بهذه الأمور وإلا لساننا طويل وأيدينا طويلة والحمد لله نحن أولاد علي بن أبي طالب نحن أولاد حيدرة الكرار ما نخشى أحد لا والله ما نخشى أحد واضح. وأكبر عالم سلفي نرغم أنفه في التراب والله نطلع كل شيء ما يفتهم مهما كان. طيب نحن لسنا قاصرين وهذه تجربة بسيطة لهذا وأمثاله. الآن نعود إلى صلب الموضوع موضوعنا في مسألة الغدير. قلنا عندنا ثلاثة أسئلة. السؤال الأول